غلبنا في الطريق يعني. فأنا نزل هنا والله أنا شوف حياة حلوة، بس لحظة يعني تصير الحرب، فإحنا يعني بنصبر كم يوم بعد هيك ولسه ما وقفش الحرب، كمان في حرب فخطير كتير. مرة حامل أنا ما قدرش يعني ما قدرش أصبر، فهي خلي إحنا نطلع. أنا رين على السفارة الصيني، السفارة الصيني قال لي النهاردة ننزل هنا عشان ما بره يفتح. أنا ننزل هنا من الساعة 12 حاليا حلقيت ما طلعش الباب كان مسكر، أنا ما قدرش أمشي ولا يرجع مش عارف. فأنا قصدي افتح باب خلي كل الناس يمشي ووقف حرب خلاص، ما فيش مياه فيش كهرباء فيش. امبارح احنا كنا في الشيخ رضوان، طلعنا من الشيخ رضوان دب 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 فيش سيارات، عم فيش سيارات، واللي بدك تدفع بدك فيش عم ان شاء الله تعال بس خد 200 300 4 مش راضيين، فيش حد راضي يطلع. وين نروح؟ انا واحده من الناس، وين نروح؟ انا مكاني في الشيخ رضوان، قرايبنا في الشيخ رضوان، وين نروح؟ وين نروح؟ أنا لا ولا قادرين لا احنا في دورنا مرتاحين ولا قادرين نطلع برا ولا حدش فيش مي فيش كهرباء فيش نت حتى في الليل لما بصير قصف والله العظيم بدي مثلا الواحد بدي يفوت يروح مثلا يفوت حمام ولا بدي يفوت يشرب مي ولا شيء فيش لا ضوء ولا كهرباء ولا اكل والاكل يعني بيجي الاكل بخرب لا في ثلاجات ولا في والله بتشتري امي هاللحمه بتحط فيش تخرب يوم يومين تخرب فيش